بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن هاني رمزي، والكابتن بلال، والكابتن اسامه حسني. اهلا بيك كابتن. عشان وقتنا كابتن ايمن، خلينا نتكلم دايما البدايات التحكيميه في افريقيا. النهارده كان عندنا اختبار صعب جدا جدا للتحكيم الافريقي. للاسف الشديد كنا نتمنى ان الحكم النهارده يؤدي كابتن شريف عشان ندي دفعه قويه للتحكيم الافريقي، ولكن للاسف الشديد هنتكلم على الحكم في ايجابيات ولكن سلبيات قرارات ظالمه دخلت في نتيجه المباراه. البعض يسال عصبيه الحكم، عصبيه اللعيبه. هو النهارده كابتن، لو انا النهارده كلاعب، هو مين اللي خلاني انا كابتن بلال اتعصب؟ لو انت لاحظت في اول 3 4 دقائق حكم هو اللي متعصب. الحكم هو اللي يعني تحس ان هو التعبيرات وشه قلقان متوتر. يعني عايز اقول ان توتر الحكم كابتن هاني وعصبيه الحكم هي انعكست على اللاعبين داخل ميدان اللعب. الشخصيه التحكيميه النهارده مش موجوده، وقلنا لما الحكم يكون عنده شخصيه تحكيميه يبقى عنده ثقه في قراراته. انا الشخصيه مش بالتعبيرات اللي هي اللي فيها يعني كابتن اسامه فيها ان انا احس اللاعب ان هو لازم تخاف مني. لا، الشخصيه النهارده ما كانتش موجوده. حكم النهارده كابتن هاني حكم صغير. هذه المباراه كنت اتمنى ان يكون في حكم عنده خبرات كبيره يقدر ان هو يدير المباراه. زي ما قلت عنده قرارات ايجابيه، ولكن عندنا قرارات تدخل فيها التحكيم والفار ادت الى هذه النتيجه. النادي الاهلي النهارده ظلم كابتن، لعيبه النادي الاهلي ظلمت. وهجيب الحالات يا كابتن بلال، عندي حاجه غريبه جدا، اول مره اشوف حاجه في حياتي ان في ركله جزاء بيتم فيها تحت فرصه. دي ما شفتهاش. يعني احنا دايما كمحاضرين بنقول للحكام ايه؟ في ركله جزاء لو ما كانش تحت فرصه كابتن هاني يعني ايه؟ يعني الكره رايحه، يعني الجول فاضي، الجول فاضي واللاعب جاي هيكمل. يعني انا لاعب مثلا ايمن اتعامل فيه مخالفه وهاني رمزي رايح، خلاص الكره رايحه وهيحط كره جون سيب. انما النهارده انا رضا سليم خد الكره وفي زاويه ضيقه. انت النهارده ركله جزاء صحيحه الكهرباء اديها له، ركله جزاء اضمن من انك انت تتيح الفرصه. هنجيب اللعبه الاولانيه دي كابتن بلال ونشوفها ونشرحها واحده واحده، ولكن النهارده الحكم النهارده كان عليه علامات استفهام كتيره في الحالات التحكيميه. نشوف هنا يا كابتن، هنا دي بدايه المخالفه. هنا بنشوف الايد اليمين للاعب، وهنا كهربا بيحجز على كورته ودي من حقه، وانت هنا ماسك ايدك اليمين ماشي. انت كحكم خليت اللعبه تواصل. تعال بقى شوف بقى المخالفه اللي هي حصلت بعد كده، نمشي شويه ونشوف هنا بقى يا كابتن. نفس الحاله ركله الجزاء يا كابتن شريف اللي حسبها لما اللاعب نجح في لعب الكوره ومروان حط رجليه. انا هنا عندي رجل هنا اهي، هنا اهو الايد هنا والدفع من ورا، والايد هنا موجوده، وهنا القدم هنا عرقله واضحه جدا جدا يا كابتن اسامه. دي ركله الجزاء، خلي بالك كانت النتيجه لسه 0-0. يعني انا بقول النهارده بتدي تحت فرصه رضا سليم على اي اساس؟ على اي اساس؟ انا النهارده انا كلاعب اديني ركله جزاء افضل من انك انت تخلي اللعب يتواصل ويروح عليا. طيب سؤال، هو انا النهارده كابتن لو انا سبت اللعب يتواصل كابتن هاني، هو انا النهارده كفار مش ممكن استدعي الحكم في اللعبه ديت؟ استدعي الحكم في هذه الحاله يجي يشوفها. سؤال يا كابتن، اتفضل. هو ممكن جدا اتاحت الفرصه لو رضا سليم ضيع زي ما ضيع ما يرجعش تاني للخطا اللي حصل؟ يعني هو ادى اتاحت فرصه، بنشوفها في نص الملعب مثلا بيكون في اتاحت فرصه وبعدين اللاعب بيخسر الكره فبيرجع تاني للخطا. بالظبط. هل من الوارد كان ممكن جدا يعمل القصه دي؟ كابتن هقول لك وارد ليه؟ لان الوقت ما بين اللعبتين ما خدش ثانيه. بالظبط. يا كابتن انا بتيح الفرصه كابتن اسامه ايه؟ لو انا بلال خد الكره ومشي فتره 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 الوقت عدى ما اقدرش ارجع للمخالفه يا كابتن بلال. ولكن لو انت شفت الطايم ما بين المخالفه هنا ورضا سليم ما خدتش ثانيه. الفار فين يا كابتن؟ حتى بعد رضا سليم لو راح وداس. لا ما هو قال لك ما قدرش يرجع. ما قدرش يرجع. تقدر ترجع؟ لا 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 يا كابتن، انا قلت حاجه بس في القرار. تاني الطايم ما بين اللعبه دي ورضا ما خدتش ثانيه. ارجع كابتن ايمن، ارجع. انا بكلم ايه؟ لو بلال مثلا معاه الكوره تعمل معاه المخالفه، جه هاني خدها. مظبوط. خدت وقت كتير ما اقدرش ارجع، انما في اللعبه دي لابد ان انا ارجع يا كابتن ايمن. ايوه. دي ركله جزاء، هنا المخالفه موجوده وكان يجب انك انت الفار يتدخل فيها. طب الحاجه الثانيه يا كابتن ناصر، النهارده
كهربا لعبها لرضا سليم. ورضا سليم لو كان الحكم صفر في الوقت ده ومثلا ما كانش فيها حاجه على كهربا هو ممكن يدي اتاحه الفرصه لرضا سليم انه يسجل عشان لو رجع للفار وقتها كان ممكن الفار يقول لك ما فيهاش حاجه فيبقى ضايع على رضا سليم الهجمه. ادى اتاحه لرضا سليم وضاعت الكره كان لازم الفار يرجع. كابتن اسامه انت قلت حاجه مهمه جدا جدا وانا ما اختلفتش يعني مع حضرتك. هو عمل الصح لكن هو الفار هو يرجع للازم الفار كان يرجع طبعا. بص يا كابتن هو عمل الصح او عمل الغلط هنا في مخالفه ركل الجزاء. خلينا نتفق هنا في مخالفه زي ما قلت انت هو اسامه قصده يا كابتن اتاحت الفرصه هقول لك اسامه قصده ان دي ممكن ما تكونش ركل جزاء 100% تمام بتقدير الحكم فيقول ايه انا هسيب الكوره او يسيب الكوره لرضا فرضا خد الكوره رقص وبقى منفرد فحط الكوره ده دور الفار ولا مش دور الفار؟ كابتن هو رضا ما رقصش هي ما خدتش جزء لا رضا رقص يا كابتن رضا رقص سند وراح شايط رقص سند يعني سند يعني وراح خد الكوره وبقى منفرد كابتن انا كحكم هنا دور الفار بتكلم على دور الفار ما زلت انا كحكم ما زلت والفار ان هنا ارجع للمخالفه زي ما قلت هنا انا عندي اوبشن الحكم هنا يرجع للمخالفه الاصليه ويحسب ركله الجزاء او لو ما حسبش هنا الفار تدخل فار يا كابتن بلال لازم انا اجيبك ما الكره اللي حسبها علينا لان الكره مشت كمان 20 ثانيه 30 ثانيه في نص الملعب الفار رجع فيها بالظبط كده بالظبط انا عندي هنا كابتن بامانه هنا ركله الجزاء لم تحتسب لكهرباء نتيجه ان الحكم النهارده قرار غريب باتاحه فرصه وده ما شفناهوش ابدا ونقول لحكامنا من فضلك اتاحه الفرصه لو ما كانتش مليون في الميه مليون في الميه احسب ركله الجزاء افضل كابتن شريف ادي ركله الجزاء افضل احنا لسه بننجم بنقول ايه ده ممكن اللاعب يجيبها جون لا هنا في مخالفه كابتن بلال هنا في مخالفه هنا في مخالفه واضحه وهو يعني مش عايز اقول لك هو تردد في احتسابها هو قال لي عارف اقول لك ايه قال ايه قال لك ما مش هحسب يمكن تيجي جون واخلص بقى من وجع القلب اللي انا شفته ولكن هنا ركله الجزاء لم تحتسب هل في حالات ثانيه طبعا طبعا فيه. عندنا يعني في حاله هنا ثانيه وانا بشوف هنا وهنا الكابتن شريف يمكن الزاويه مش واضحه قوي يا كابتن ولكن احنا بنتكلم في القانون كابتن بلال هنا امتى يكون الحارس مستحوذ او مسيطر على الكره واحنا قلنا يا اما الكره على ايد واحده او ايدين الاثنين او الايد فوق الكره والارض هنا بنقول الحارس هنا طالما حط ايده على الكره هنا ممنوع ان اي حد من المنافسين ينافس الحارس عليها وبالتالي هنا احتساب المخالفه كان احتساب رغم ان هنا الزاويه مش واضحه قوي كابتن اسامه ولكن هنا طبقا للقانون والماده 12 هنا من حق حارس المرمى ان هو عندما يستحوذ سواء بايد او بالايد الاثنين من حق الحارس ان هو ممكن يكون في اللحظه اللي بحط رجلي فيها هي اللحظه اللي ممكن هو اللاعب يشوط يعني هي نفس اللحظه يعني انا مقتنع بالقانون انا بقول يعني قانونا ماشي هتتحسب فاول لكن تمام. ممكن اللقطه دي مثلا في البريمير ليج ما يبقاش فيها عندها مشكله انها جول هي الفكره نفسها وانا بحط رجلي في الكوره ممكن هو يكون اوريدي وصل للكوره مش استحواذ كامل يعني الراجل بص مش كابتن مش انا مسيطر فهمت على الكوره كابتن هاني انا فهمت قصدك اتفضل هحكي لك احنا بنتكلم في القانون هنا لو حارس سيطر او استحوذ السيطره ان هو يحط ايده خلي بالك توقيت يعني ممكن احط ايدي والمهاجم يروح شايطها لا ممكن في التوقيت ده في نفس الوقت المهاجم يروح شايط هدف عشان كده هنا حتى كمان اللقطه كابتن انا ايه مش موضحه قوي بص هنا الشوط والحارس هل انا وصلت برجليا قبل ما الحارس يحط ايديه ولا بعد ما الحارس يحط ايديه لو في نفس اللحظه ممكن هتبقى جول جول لو في نفس اللحظه جول انا معاك مليون في الميه انا بقول لك هنا حتى اللقطه يعني مش موضحه مين اللي حط ايديه هل الحارس استحوذ انا بكلمك في القانون القانون عندما يعني الحارس يحط ايده على الكره مش كان من الاول الحكم يروح ممنوع ان اي حد ينافسه ولكن هنا طبعا لقطه صعبه جدا طبقا للقانون مع كابتن هاني ولكن لو انا بلال او هاني او شريف او اسامه وهو الحارس لسه بحط وانا بحط ورا شوط جول وبتحصل كتير جدا في الدوري الانجليزي والدوري الالماني الفار يا كابتن والكاميرا ما هي الكاميرا ممكن جدا توقفها عند نقطه معينه ان انا اوريدي مستحوذ بالظبط ممكن في نفس اللحظه ان انا صح. مش عندي حاله صعبه يا دوبك انا بحط ايدي على الكوره والصوره طالعه وانا حاطط ايدي على هي ممكن تكون حاله صعبه يا كابتن انا بقول لك اللقطه مش موضحه هاني بالظبط انا هنا بقول اللقطه مش موضحه هل كهربا نجح في الوصول ولعب وبعدين الحارس وهو بيحط رجليه كهربا حط ايديه هنا الهدف اللقطه مش واضحه وبالتالي كان برضك يجب ان الفار يجيب الحكم خلي النهارده قرارات كتير عليها علامه استفهام. الحلقه اللي جايه وهنا نشوف هنا كابتن احنا اتكلمنا على لعبه كهرباء يا اسامه. يا اسامه حسني. احنا قلنا لما كهرباء عدى
لاعب حط قدمه كامله وعرقل تمام؟ هنا نفس الشيء، هنا لو انت حسبت دي تحسب الثانيه. يعني اللاعب نجح في لعب كره يا يحيى تمام؟ هنا توقيت الدخول مش صح من المدافع، حط خلاص في مخالفه. طب ما هي هذه الحاله نفس الكهرباء، كهرباء اتشاد ما حسبش، عدى راح اللاعب حاطط رجليه هنا والكره كانت عدت. مظبوط، ده عدت وراحت، عدت وراحت للاعب رضا سليم. طب ما دي زي دي، خلي بالك هو هنا ما حسبش، اراه ركله جزاء سهله جدا، الفار هو اللي جابه، وده يقلله في الدرجه كابتن ايمن. أيوة. انك انت كحكم توصل للفار في حاله زي دي سهله، دي بتقلل في التقييم. حاله اخيره وفاول استخدام الكوع واضحه جدا جدا نشوفها، خلاص دي خلاص احنا نمر بينها ونيجي للحاله بتاعت استخدام. هنا يا كابتن الحكم شوف فين يا كابتن، وهنا في كوع، عارف لو لعبه معايا موجوده وما اداش كارت، استخدام الذراع غريبه جدا 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 قدام الحكم. صح، تعالى بص بيعمل ايه، بص الحكم شخصيه مفيش، نشوف الحاله الصوره اللي جايه بعد كده، الراجل بيتكلم معاه بهدوء قوي. تخيل بقى يا كابتن المعامله في لعيبه الاهلي، وهنا لعيبه الاهلي انت كنت متعصب جدا جدا معاه، ولما يجي كهربا يعترض انذار واي لاعب تقول له لا لا لا، هنا الراجل ارتكب مخالفه، استخدام الذراع واضحه جدا طبقا للقانون، تهور. بتيجي النهارده تتكلم بكل هدوء وبتحذره. حكم طبعا النهارده قرارات تدخلت في نتيجه المباراه كابتن ايمن، بصرف النظر عن اداء لاعب الاهلي كابتن بلال. ممكن نقول الحكم ده كان موجه يا كابتن ناصر؟ لا مش هقول موجه كابتن، الحكم خبرته من خلال معاملته ومن خلال قراراته كابتن، وخلي بالك ده من اول دقيقه في المباراه. الخبره، بص يا كابتن، عارف يا كابتن لما انت عاوز تعمل حاجه توري الناس كلها ان انا كنت صح، وانا يعني ممكن اعمل قرارات ضد النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو الكبير العظيم ده اللي هو ملك الكره، انا هاخد قرارات ضده مش هخاف. النهارده هذه القرارات اثرت في نتيجه المباراه. الشخصيه التحكيميه ليست بانك انت تزعل للاعب، الشخصيه التحكيميه انك انت قراراتك تكون سليمه على الفرقتين. النهارده تحكيم غير عادل، قرارات ظالمه كثيره جدا جدا، بصرف النظر عن اداء لاعبين النادي الاهلي النهارده، انت وصلت لاعب الاهلي للتوتر يا كابتن اسامه. من اول اربع دقائق انت وطرت لاعبي النادي الاهلي، اتمنى طبعا التوفيق للتحكيم الافريقي، ولكن النهارده كبدايه تحكيم افريقي مش مطمن، وكان يجب ان هذه المباراه يتحط لها حكم عنده خبرات. بالتوفيق طبعا للتحكيم وبالتوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. انتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي واتحاد العاصمه على كاس السوبر الافريقي، والتي انتهت بفوز اتحاد العاصمه بكاس البطوله. مبروك لاتحاد العاصمه، والقادم افضل ان شاء الله فريق النادي الاهلي. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن، وهار لك اللي جاي احسن، القادم افضل ان شاء الله. أكيد كابتن اسامه حسني، شكرا يا كابتن جابر. يعني جمهور النادي الاهلي ما يزعلش، الفرقه عندها تحديات كبيره خلال الموسم ان شاء الله، اللي جاي يكون افضل، لازم اللعيبه تخرج من الخساره، حق جمهور النادي الاهلي انه يزعل. صحيح، ان الجمهور هو اللي رفع الجهاز ورفع اللعيبه سبع سنه زي ما بيقولوا بعد ما حاول بطولات، لما بتخسر بطوله طبيعي ان الجمهور يزعل، لكن هو الجمهور اللي رجع اللعيبه تاني. مزبوط، واللعيبه تقدر ان شاء الله من الماتش الجاي تقدر تصالح اللعيبه، ولسه عندنا موسم طويل يعني محتاج تكاتف وتحديات كبيره، ومحتاجين نتعب اكتر، نركز مع الحكام زي ما شفنا كابتن ناصر بيقول، يعني ركله جزاء صحيحه النادي الاهلي لم تحتسب، هنشوف أسوأ خلال الفتره اللي جايه، علشان كده اللعيبه والجهاز لازم يستعدوا الموسم بتعب وبجهد، ولازم نكون مصحصحين كلنا لمنظومه التحكيم باذن الله. كابتن هاني شكرا. شكرا يا كابتن النهارده لك النادي الاهلي، وزي ما اتكلمنا دايما ممكن جدا جدا يكون يعني تكون تجربه صعبه كلنا زعلانين، ولكن ممكن تكون دروس مستفاده، دروس مهمه جدا جدا للعيبه والجهاز الفني ولينا كلنا. صحيح. ان شاء الله انا يعني دايما متفائل ان شاء الله باذن الله يكون ايضا موسم جيد للنادي الاهلي وكل التوفيق للفريق ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن. اشكرك كابتن ايمن، وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى ببدايه حقيقيه في الدوري الماتش اللي جاي باذن الله، وتبقى يعني اعاده ثانيه لروح النادي الاهلي وروح الانتصارات باذن الله. باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق التحيه.